طريق تنذر بما هو أسوأ على مواطنين قلت حيلتهم بسبب نقص المياه، ما دعا بعضهم للتفكير جديا بالرحيل. في منطقة ظهر الجبل وتحديدا قرية أولاد محمود، يعيش هؤلاء السكان أيام قحط وجفاف بسبب غياب أهم عنصر في الحياة عنهم وهو الماء. مشكلتنا مزدوجة، مشكلتنا في المصدر وأيضا توا في النقل. النقل إذا كان النهر الصناعي ضخ فممكن يصل المستودع الواحد إلى 80 دينار. يعني بصراحة أزمة، ما عادش عرفنا إحنا حتى من نشكو ولا إلا لله سبحانه وتعالى. الإنسان ما عادش عرف حتى كيف وين يتجه، لا جهات اختصاص منفذة طلبات وملتفتة للمواطن بصفة خاصة، لا بلدية ملتفتة يعني على الأقل إنها حتى تشبه معاناة المواطن. وإحنا منطقة أولاد محمود يعني أزمة مستدامة، هذه ما هيش وليدة اليوم ولا وليدة اللحظة. شبح العطش بات يترصد أهالي المنطقة التي ظلت غائبة عن الأعين منذ سنوات، تناشد من مرتفعاتها الجبلية المسؤولين وتخاطب جهات الاختصاص، ولكن لا حياة لمن تنادي. أهم شيء المي، المسؤولين واللي قائمين على مشروع المياه فيسعفونا، والصيف جاي رمضان جاي والسيولة ناقصة، فلهذا نبو المسؤولين يتحركوا لإنقاذنا من هذه الأزمة. في الحكومة فهمت لا كانهم يجروا على المواطنين ويخدموا المواطنين، يلزم يفقدونا في المية، يفقدونا في التومين، يفقدونا فهمت ولا في الحاجة تخص الشعب. إذا كان أساس الحياة غائبا فما قيمة العيش إذن في هذا المكان؟ هذا هو لسان حال المواطنين في قرية أولاد محمود، ولكن يبقى الأمل كبيرا في أن يجد الفرج طريقا نحوهم بجرة قلم مسؤول تعيد المياه إلى مجريها وتعود الحياة كما كانت وأفضل.